النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة. نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية التي أشارت إلى بعض التشكيلات من السحب والغيوم في المناطق الجنوبية المملكة بسبب تأثر تلك المناطق بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. بقي الطقس اليوم حارا في أغلب مناطق المملكة، شديد الحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. كما ذكرنا في نشرة يوم أمس، يتوقع بمشيئة الله تعالى بدء انحسار تدريجي للكتلة الهوائية الحارة كما سنشاهد بعد قليل خلال الأيام القادمة. إذن هذه درجات الحرارة وتوزيعات الكتل الهوائية للطبقات السفلى والقريبة من سطح الأرض، وكما تلاحظون هذا اللون الداكن الأحمر يشير إلى درجات الحرارة المرتفعة للغاية، والتي كانت بسببها تأثرت مناطق بلاد الشام ومصر بموجة حارة شديدة استمرت تقريبا لعشرة أيام. نلاحظ هذه الأحوال الجوية كانت اليوم. غدا الجمعة يبدأ دخول هواء بارد، هذا اللون الأصفر ومن ثم الأخضر، تحديدا اللون الأصفر يعني أن هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول المعدلات. اللون الأخضر يعني أن هناك درجات حرارة غير معتادة شتوية الطابع وأقل بكثير من المعدلات، وهذا اللون الأحمر هو درجات حرارة دافئة، وهذا اللون هو درجات حرارة حارة جدا. فكما تلاحظون غدا الجمعة، هذا الخميس يوم الجمعة، يبدأ هواء بارد قادم من البحر المتوسط باتجاه المنطقة، وبالتالي تقع المملكة حتى ساعات عصر يوم غدا تحت تأثير هذه الموجة الحارة. ولكن بعد الظهر والعصر تبدأ الهواء البارد أو الأبرد، بعد ما نسميه البارد الأبرد الذي يسيطر على مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط بالدخول المملكة، وبالتالي سنشعر ليلة الجمعة يعني تغير في الأجواء وعودة بعض الأجواء المنعشة نحو المنطقة. لكن يوم السبت يدخل اللون الأصفر كما تلاحظون، وهو درجات الحرارة التي تعتبر تقريبا حول معدلاتها إلى ربما أقل بقليل، انحسار تام للكتلة الهوائية الحارة. تقريبا فقط أقصى مناطق جنوب شرق المملكة تبقى تحت تأثير هذه الكتلة الحارة، لكن معظم مناطق المملكة تصبح تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة حول المعدل. وكما تحدثنا أيضا، هناك توقعات باندفاع لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا يوم الأحد الذي قد يصادف أول أيام العيد بحسب التوقعات الفلكية، وهذا الأمر مشار إليه عبر الخرائط. كما تلاحظون هذا اللون الأخضر يندفع من القارة الأوروبية ويعني بدرجات حرارة شتوية الطابع، سيكون هناك انقلاب حراري يعني بين قوسين فظيع بالأجواء ما بين ما يحدث حاليا وما سيحدث خلال الأيام القادمة. سيكون هناك تغير كبير في الأجواء، درجات حرارة تقريبا تفارق أكثر من 20 درجة مئوية كفروقات ما ساد خلال الأيام الماضية وبينما سيسود خلال أيام العيد. طبعا يمكننا رصد هذا المنخفض الجوي عبر خرائط أيضا توقعات طبقات الجو العليا التي تشير إلى ذات الكتل الهوائية. هذا حال شرق البحر الأبيض المتوسط اليوم الخميس وغدا الجمعة، والسبت كما تلاحظون لا تغيير، ولكن من يوم الأحد تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة تستقر في شرقي البحر الأبيض المتوسط. وبالمناسبة هي فعلا تشبه وهي كأنها من فصل الشتاء وغير معتادة للغاية في نهايات شهر أيار. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة، نعود مرة أخرى للأجواء هذه الليلة، متوقع في ساعات السحور يكون طقس صافي، درجة حرارة 24 درجة مئوية، الجلوس في شرفات المنزل في الخارج أمر ممتاز والأجواء جدا مناسبة. غدا كما ذكرنا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، تبقى بذلك درجات حرارة أعلى من معدلات ما بين 8 إلى 11 درجة مئوية فوق المعدل المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. الطقس غدا سيكون حارا بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تظهر غدا مرة أخرى بعض السحب والغيوم خاصة في المناطق الجنوبية مع وجود يعني احتمالية لأن تشهد زخات محلية عشوائية من الأمطار في أقصى المناطق الجنوبية، لكن الاحتمالية بشكل عام محدودة الطابع. طبعا مع ساعات ليلة غدا يتوقع أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويبدأ انحسار التدريج للكتلة
الهوائية الحارة. غدا مع ساعات الإفطار يتوقع أن يكون الطقس غالبا صافي، درجة حرارة 29 درجة مئوية، وتناول الإفطار في شرفات المنزل في الخارج هو أمر غدا يعتبر ممتاز. بالنسبة للأحوال الجوية يتوقع وقت تحري الهلال، هلال شهر شوال، يتوقع أن يكون الطقس بمشيئة الله تعالى غالبا صافي والرؤية مناسبة، ولكن نذكر بأن الحسابات الفلكية تشير إلى عدم تولد الهلال، وأن من الناحية الفلكية يستحال رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي يكون العيد أول أيامه يوم الأحد. نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة غدا في محافظات المملكة. نبدأها من إربد شمالا، درجة حرارة غدا تكون 34 إلى 16، انخفاض في إربد سيكون غدا 35 إلى 16 في جرش، 33 إلى 15 في عجلون، و 36 إلى 17 في المفرق. العاصمة عمان غدا 33 إلى 19، السلط 35 إلى 18، مأدبة من 34 إلى 18، تبقى شديدة الحرارة الأجواء في البحر الميت من 41 إلى 23 درجة مئوية، في الزرقاء من 36 إلى 20 درجة. المناطق الجنوبية في الكرك 31 إلى 19، في الطفيل من 33 إلى 16، في الشرع من 31 إلى 18، في معا من 34 إلى 21 تظهر بعض السحب والغيوم مع ساعات العصر. في العقبة تبقى الأجواء شديدة الحرارة، درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية. المناطق الشرقية الأجواء قد تكون بعض الشيء مغبرة لأنها قد تنشط سرعة الرياح بعد الظهر، 38 إلى 20 في رويشد مع طقس شديد الحرارة تقريبا، في الصفاوي من 38 إلى 21 وتلامس 40 درجة مئوية في الأزرق، بينما الصغرى 21 والأجواء حارة بوجه عام. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، الجمعة من 33 إلى 19، كما تلاحظون فرق شاسع في درجات حرارة، انخفاض ملموس وحاد على درجات حرارة يوم السبت، تصبح درجة حرارة 24 درجة مئوية العظمى، الصغرى 15، وهناك تغير كبير في الأجواء. لكن لاحظوا معي يوم الأحد يتوقع أن تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة نسبيا، بحيث يتوقع أن تتهيأ الفرص لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى، تتحول الأجواء تصبح باردة نسبيا. الأجواء طبعا للغاية غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام، جدا نادرة لنهايات شهر أيار، والعظمى على العاصمة عمان كحد أقصى 15 درجة مئوية، والصغرى اليوم 13 درجة مئوية. طبعا تنبيه هام بشأن الأحوال الجوية سادة، أولا لا ننسى بأن غدا يعني الجمعة تبقى الأجواء شديدة الحرارة في بعض المناطق، وبالتالي نوصي بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر، ننصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات قبل ساعات السحور هذه الليلة لتحذيرا للأجواء المتوقعة غدا. ولكن من الأهمية بمكان أن نذكر بأن هناك يجب الانتباه من التغير الكبير المتوقع في الأجواء يومي السبت والأحد، وهذا الانقلاب الحراري، وربما نحتاج إلى المعطف وبعض الملابس الشتوية خلال يومي السبت والأحد بسبب انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق سيما المرتفعات الجبلية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.